حقيقة نحن الآن في افتتاح مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي. هذا المهرجان الذي يعتمد على شخصيتين فقط على خشبة المسرح. عندما ننظر لهذا النوع من المسرح نجد أن هذا النوع من المسرح هو من أعقد المسرحيات التي تقدم، على اعتبار أن هذا النص يختزل دائما العديد من الشخصيات وأيضا يتصاعد من خلال هذه الشخصيات. لا يعتمد مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي فقط على المسرح والعروض المسرحية، وإنما يواكب هذا المهرجان والملتقى الفكري، ونحن اليوم في الدورة 16 لملتقى المسرح العربي. وفي هذه الدورة نحن نناقش محورا يهم الحركة المسرحية في الأوطان العربية، وهو المسرح والمجايلة. هذه المعضلة التي دائما ما تواجه الشباب في الحركة المسرحية، وأيضا هناك نبحث في آفاق البحث في هذا المجال، وكيف يستفيد الشاب من المخضرم، وكيف يستفيد أيضا صاحب التجربة الطويلة المخضرم من الشباب. لا شك نحن في هذه الدورة سنناقش هذه القضايا من خلال وجود الشباب من دولة الإمارات ومن الوطن العربي، وأيضا من المخضرمين وكثير من الكتاب والمخرجين الذين لهم باع كبير في هذا المجال، وسنناقش هذه العلاقة ما بين الأجيال في المسرح العربي.